وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ألا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناهم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المبشرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها بردا ولا كذابا أمر ربك عطاء حسابا رب السماء والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه كتابا يوم يقوم الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزلنا عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات
سجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي الطوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له هل لك إلى أن تذكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر نادى فقال أنا ربكم الأعمى أعلى فأخذه الله نقال الآيرة والأولى إن في ذلك عبرة لمن يحصى فأنتم أشد خلقا من أن السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ومرعاها والجبال أرسلها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت حمة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم هي المأوى وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فهي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها إلى ربك إنما أنت منذر من يخشاها فأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع أو الذكرى أما من استغنى فأنقذه وما عليك ألا يذكر أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يذكر
ja'aka yas'al wa huwa yakhsha fa anta anhu. Yang keras ya. Kalla inna dzikra fa man syaa'a dzakara. Kalla Faman sya'adzakara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin marara kutilal insanu ma akhbara min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin am khalaqahu min nutfatin khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqad daro humas sabila yassara summa amatahu faqabara summa idza syaa ansara kalla lama ya qadima amara fal yang dulil insanu ila to'ami anna sobadna anna sobabna ma asobna summa sakot nal ardo sakko ambatna fiha habba wa inaba wa qatba wa zaituna wa nahla wa hadaiqa wal bulba wa fakihata wa ahba mata'an lakum wa li anamikum fa idza jaa atis sa kha yawma idin yawma idin musfira dhahikatun musawira wa wujuhun yawma idin alaiha ghubar tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.